شعبة إلى المعلوم. الأول، ندى رمضان عبد الونيس، مجموع 404.5 من محافظة المنوفية. الثاني، رؤى أحمد محمد مدبولي، بمجموع 403.5 من محافظة القليوبية. الثالث، إياد يحيى حسن الشربيني، مجموع 403 من دمياط. شعبة علم رياضة. الأول، محمد هاني سعيد، مجموع 405.5 من محافظة الإسماعيلية. الثاني، محمد أحمد الحسيني، بمجموع 405 من محافظة البحيرة. الثاني مكرر، محمد شريف محمد، مجموع 405 من محافظة القليوبية. شعبة الأدبي. الأولى، ملك علي السيد بيومي، المجموعة 394.5 من محافظة الجيزة. الأولى مكرر، ندى أحمد حسني مرسي، مجموعة 394.5 من محافظة الإسكندرية. الثالثة، حبيبة محمود إبراهيم، المجموع 393 من محافظة القاهرة. المكفوفين. الأولى، سماء سمير أحمد، مجموع 392 من محافظة الشرقية. هي والدة سماء فين؟ طيب لو سمحتي تيجي تلتقطي معاهم الصورة. تكريم لمامة سماء كمان. ألف مبروك. دمج علوم. الأول، أحمد محمد النوبي، المجموعة 396 من محافظة الشرقية.
دمج أدبي حبيبة أحمد عبد السميع الأولى بمجموعة 407 محافظة القاهرة. ألف مبروك يا حبيبة. ستم رياضيات الأول مصطفى أسامة مصطفى. ألف مبروك يا مصطفى.